هو أحد أهم العلماء الذين هاجروا من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، وهو واحد من أبرز الباحثين في مجال الطاقة الشمسية، والذين يجتهدون بتقديم ما لديهم لدفع البلاد إلى عصر جديد تكون فيه الطاقة الشمسية سيدة الموقف. إنه لبروفيسور دافيد فايمان، مدير المركز القومي لإسرائيل للطاقة الشمسية في سدي بوكير، ورئيس قسم الطاقة الشمسية والفيزياء البيئية. عقود من حياته المهنية قضاها فايمان في العمل على تسخير الإمكانيات لإنتاج الطاقة البديلة والتوعية حول كونها عنصراً ضرورياً في السنوات والعقود المقبلة. الكل بات يعرف أهمية الطاقة البديلة والمتجددة. نحن لا نريد أن نستمر في استنشاق هواء ملوث وشرب مياه ليست نقية. نحن نريد بيئة نقية ونظيفة، وماذا يمكن أن يكون أنظف وأنقى من كهرباء تنتج بواسطة الطاقة الشمسية؟ فايمان وهو فيزيائي ناجح ولد في بلدة صغيرة خارج لندن تدعى أميرشام، ودرس العلوم الفيزيائية في المملكة المتحدة بعدما انتقل إليها وعائلته إبان الحرب العالمية الثانية. حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أكسفورد، وعمل لفترة في المنظمة الأوروبية للبحوث النووية سيرن، ولكن رغم هذه الإنجازات ظل طواقا للهجرة والقدوم إلى إسرائيل لتسخير طاقاته في سبيلها. عندما ضربت أزمة النفط البلاد هنا، تساءلت بدوري ماذا يمكن لفيزيائي مثلي أن يعمل من أجل البلاد والمجتمع، وهو ما أهمني أكثر من أي إنجاز آخر. واتجه فكري إلى مصادر الطاقة والتي تشكل مشكلة في كل العالم، وهو ما تخصصت به، حيث عملت تحولا جذريا في حياتي المهنية وكأنما ولدت من جديد. وعلى صعيد الطاقة البديلة تخصصه، يعتقد فايمان أن إسرائيل بعيدة عن تحقيق هدفها بالحصول على 10% من الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، حيث يدعو إلى افتتاح مركز آخر مثل الذي تم العمل عليه في كيبوتس كيتورا، حيث يتلائم الإنتاج مع احتياجاتها من الطاقة، بيد أنه لا ينفي أن الألواح الشمسية المقوسة والتي تقلل من التكلفة الاقتصادية والبيئية لإنتاج الطاقة الشمسية هي واحدة من أكبر الحواجز التي تعترض تطوير الحقل. مشروع كيتورا بداية فقط، ولكنه مشروع صغير نسبيا، فلا يكفي أن تتوفر 5 ميجاوات وحتى 20 ميجاوات، لأننا نحتاج إلى مئات من الميجاوات كل سنة، ويمكن أن يتوفر هذا الأمر وبكل العالم. الأمر يحتاج فقط إلى تغيير في التعامل مع الموضوع وإدراك أهميته. ويشعر البروفيسور فايمان بالقلق إزاء الاستهلاك في البلاد مقارنة مع معدلات النمو السكاني، والذي سيجعل البلاد في حاجة أكبر للطاقة المتجددة ومصادرها. ويبقى فايمان في طليعة رواد تطوير نظم الطاقة المتجددة، حيث يرى أنه لا محالة أمام البلاد في التحول مستقبلا إلى حلول الطاقة الشمسية، فهو يؤمن أنه سيأتي يوم يجد فيه الناس أنه من المستحيل العيش في عالم لا تكون فيه الطاقة الشمسية أساسا في توليد الكهرباء. من سدي بوكير وفاء يوسف، اليوم على الحرة.